ربنا موجود. من مزاميري أبينا داود النبي بركاته على جميعنا عادلة هي معونتي من عند الله المنجي المستقيم القلوب. الله قاد عادل وقوي وطويل الروح يا الليل يا الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالمين، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. إن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. والمجد لله دائما. ربنا موجود.